وزي ما انتوا شايفين يا جماعة، طبعا بعد مرور وقت طويل انا ما حسبتش بصراحة هم قد ايه، بس ممكن مثلا نقول من شهر لشهر ونص مثلا. انتوا شايفين القطع بقت عاملة ازاي بعد ما كان شكلها عامل ازاي، وجبنا الجذور بتاع النعناع وزرعناها زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. شكل النعناع بالجميل، بصوا منظره بقى عامل ازاي. بص يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، شكل النعناع طلع ازاي، والجذور اللي احنا حطيناها في الارض كلها طلعت يا جماعة بالصلاة على النبي اهي. ودي طبعا الحلبة، احنا كنا زرعنا حلبة برضو، احنا زرعنا في القطعة يا جماعة. دي شكل القطعة اهي، دي شكل القطعة. بص يا جماعة، المربع اللي احنا عملناه ده، الشكل اللي احنا عاملينه دوت مربع بالظبط، جميل ولذيذ. طب ايه اللي هنزرعه في المربع؟ بص اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة، دي كلها كده جذور نعناع، جذور نعناع اهو. كل دي يا جماعة، بص الشوية دول كده جذور نعناع. طبعا جبناهم منين جذور النعناع دي؟ خليكم معايا ثواني. طبعا المنطقة دي كلها كده يا جماعة كانت نعناع، بس طبعا ايه، النعناع بيحب ان هو يتنقل. كل دي يا جماعة كانت نعناع ومدفونة تحت الارض زي ما انتوا شايفين كده. بصوا يا جماعة، دي جذور نعناع، بس هي طبعا هنا مفيش شمس بيجي لها، الشمس قليله جدا، فضعيف مهما عملنا. بصوا بصوا يا جماعه، خلي بالكم عشان بس تعرفوا احنا جبنا النعناع من القهوه. دي ده جذر النعناع، ده كده جذر النعناع. خدناه طبعا وظبطنا له المكان اللي انا هوريه لكم دوت اهو يا جماعه، مربع لذيذ كده. طبعا ان شاء الله نخش بيه الربيع والصيف، يبقى متوفر عندنا النعناع بتاعنا بجزارة، منعوس ان احنا نشتري نعناع خالص، ننشفه ونحطه في اصاري اي حاجة. طبعا هنعمل ايه في النعناع ده يا جماعة بالشكل بتاعه ده؟ هتزرعه ازاي ابو البنات؟ في طريقتين طبعا لزراعته. اول حاجة طبعا ان احنا نقصفه ونقطعه حتة جزيئات صغيرة كده، ونروي الارض غمر، نخلي الارض دي كلها بقت غمر، وبعد كده نبدأ نرشق العيدان بتاعة النعناع في قلب الارض، بعد ما في قلب الطينة طبعا. دي طريقة. والطريقة التانية طبعا ان احنا الجذور دي ننيمها كده بالشكل ده في قلب الارض، ونغطيها بتربة، وبعد كده نسقيها عادي مفيش اي مشكلة، وبعد كده خلاص هي بتبدأ تطلع. في كلا الحالتين هي الطريقة نافعة، في كلا الحالتين الطريقة نافعة في زراعة النعناع بالطريقة دي. دي طريقة من ضمن زراعة النعناع، الف طريقة لزراعة النعناع، دي طريقة من ضمن الزراعة اللي هي طريقة الجذور. يعني انت لو عندك جذور قديمة في اي مكان تقدر ان انت تنقلها، وتنقلها في مكان تاني افضل واحسن بتجذر معنا. بص يا جماعة شكل الجذور بتاع النعناع عاملة ازاي، ده هيشتغل وهتتفرجوا عليها، هيطلع هيبقى جميل جدا 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 جدا. طبعا هوريكم. طبعا المفروض دلوقتي ان انا هبدأ ان انا هفرد الجذور دي يا جماعة كده بالطريقة دي، هنيمها في الارض خالص اهي، بقت نايمة في الأرض كده بالشكل ده زي ما هي، زي ما أنا نقلتها هخليها. Thank you.
وكده يا جماعه احنا نيمنا كل النعناع في قلب المربع اللي احنا عملناه اللي احنا زرعناه ده، اللي هو متر ونص في متر ده ولا مترين ده. يبقى احنا المربع بتاعنا ده يا جماعه زرعناه كله نعناع. ان شاء الله كده عليكم خير، ربنا يدينا ويديكم طولة العمر والصحه. هنتفرج عليه طبعا بعد 10 ايام، 20 يوم، 30 يوم، شهر. طبعا الفيديو ده مش هينزل الا لما النعناع يطلع ويبقى كويس وشكله الجميل، هنكمل لكم الفيديو. فالفيديو ده يا جماعه متصور، يعني عشان بس نقول لكم الفيديو ده يا جماعه متصور يوم 19 فبراير، يعني بدايه الفيديو اللي انا بعمله ده متصور يوم 19 فبراير، النهارده الاثنين ان شاء الله. هنشوف الوقت بتاعنا هيقعد قد ايه، النعناع هيطلع ويبقى شكله جميل وقد ايه. طبعا هنشوف فاد احنا مع بعض طبعا. وفي نفس الوقت يا جماعة احنا هنزرع برضو حاجة مع النعناع، الريحان طبعا كلنا عارفينه. بص يا جماعة دي بذور ريحان، دي شوية بذور ريحان طبعا انا مخزنهم عندي. ثواني كده خليكم معايا. بص يا جماعة دي بذور ريحان اهي، السمرة الصغيرة دي، البذور السمرة الصغيرة دي بذور ريحان. طبعا دي شوية انا مخزنهم عندي، هنبدرهم طبعا مع النعناع، مفيش اي مشكلة خالص. النعناع نعناع والريحان ريحان. شجر الريحان طبعا بيطلع بيطول شوية بيبقى طويل، وشجر النعناع بيبقى قصير عنه شوية. طبعا ريحان مع نعناع هيخلي ايه المربع جميل جدا. كل اللي هنعمله مش هيعمل لي حاجة، كل اللي هنعمله احنا هنبدره كده يا جماعة بالطريقة دي، يعني احنا مش هيتعبنا في حاجة، الريحان مش هيتعبنا في حاجة. اهي دي البذور بتاعته السمرة يا جماعة اللي انتوا شايفينها دي، كل اللي هنعمله في البذور دي ان احنا هنبدأ نبدرها كده اهو، اهي نبدرها في قلب المربع اللي احنا عاملينه زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. اهو ادي البذور كلها اهي، كده يا جماعة البذور كده، بذور الريحان حطيناها مع النعناع. ان شاء الله هنبدا ان احنا نغمر الحته دي بالميه طبعا، وهنشوف ايه اللي هيحصل، ونشوف ايه اللي هيطلع الاول، والريحان اللي هيطلع الاول ولا النعناع اللي هيطلع الاول. وطبعا التسميد هيبقى فيه تسميد بس مش دلوقتي، احنا كده جهزنا المربع اهو. يعني المربع ده بصراحه زي هنقول مثلا 10 جرادل، 10 قصصات. الحته اللي موجوده دي افضل من 20 جردل طبعا. ما هنا الفوق الاخضر بتاعنا خلاص بينور اهوت يا جماعه، وهيبقى زي الفل ان شاء الله. هنوريكم احنا بنديله السماد كده يا جماعه. يبقى احنا عملنا الجزء الاول من زراعه النعناع والريحان، وان شاء الله النهارده قلنا 19 فبراير شهر 2، بعد ما النعناع يطلع والريحان يطلع هنكمل معاكم الفيديو. وزي ما انتم شايفين يا جماعه طبعا بعد مرور وقت طويل، انا ما حسبتش بصراحه هم قد ايه، بس ممكن مثلا نقول من شهر لشهر ونص مثلا. انتوا شايفين القطعة بقت عاملة ازاي بعد ما كان شكلها عامل ازاي، وجبنا الجذور بتاع النعناع وزرعناها زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. شكل النعناع بالجميل، بصوا منظره بقى عامل ازاي. بصوا يا جماعة بسم الله ما شاء الله شكل النعناع طلع ازاي، والجذور اللي احنا حطيناها في الارض كلها طلعت يا جماعة بالصلاة على النبي اهي. ودي طبعا الحلبة، احنا كنا زرعنا حلبة برضو، احنا زرعنا في القطعة يا جماعة. دي شكل القطعة اهي، دي شكل القطعة من بعيد كده عشان تتأكدوا ان هي طبعا اهي. وده طبعا القطعة كلها بسم الله ما شاء الله بقت خضرة زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا كنا احنا في الاول زرعنا جذور النعناع، وكنا فردناها كده بالطول نيمنا الجذور، وزي ما انتوا شايفين كده يا جماعة اهو ده صف الجذور اللي احنا كنا منيمينه بقى بالشكل ده كده. كل ده هو الجذور طلعت، وكنا سايبين فرق شوية وطلعين تاني برضو اهو. كل ده يا جماعة اهو طالع، بصوا النعناع عامل ازاي، النعناع الاخضر الجميل من قلب الجذور. بصوا يا جماعه شكله، عايز اقول لكم روعه روعه والله، ريحته جميله جدا. انا يعني انا بحرك ايدي كده في قلبه، عايز اقول لكم الريحه يعني حاجه جميله جدا، ريحته جميله جدا ومفيد جدا، عايز اقول لكم حاجه جميله قوي. يبقى احنا طبعا زي ما انتم شفتوا كده يا جماعه الحته مظبطناها وحطينا فيها الجذور دي. طبعا طريقه زراعه النعناع من طريقه تانية خالص، لو انت عندك قطعه فيها نعناع فحرها وشيل الجذور القديمه وازرعها في مكان تاني هتطلع معاكم بالشكل ده. بصوا يا جماعه شكل النعناع عامل ازاي، شكله الروعه والجميل.
ولسه عود النعناع كمان بيطول تاني. طبعا بعد ما زرعنا النعناع ما كانش ينفع نسيب الحته فاضيه كده شويه، فقلنا نزرعها اي حاجه تانيه لحد ما النعناع يكبر. وقمنا ايه حاطين فيها حلبه، دي شكل الحلبه الخضراء يا جماعه اهي. اللي ما يعرفش شكل الحلبه الخضراء، بصوا النوار ده، النوار ده بقى النور او الزهر ده بيطلع وبيطلع كده قرون صغيره وبيبقى جواها الحلبه لو احنا عايزين نخزن منها ولا حاجه. طبعا انا زارع الحلبه دي يا جماعه عشان خاطر ان انا اخزن منها حلبه عشان ازرعها واعمل اكتفاء ذاتي من الحلبه. انا اوريكم طبعا لما رحت اشتريت شويه حلبه ب 10 جنيه كانوا قد ايه، ما كانوش يكملوا حاجه، كانت حاجه بسيطه. فقلت لا لازم اعمل اكتفاء ذاتي من الحلبه وما اشتريش حلبه تاني. فكنت طبعا ابدا الاول لازم اوفر تقاوي، فزرعت اللي انا زرعته ده، وده هيكبر وهاخده تقاوي واخزنه ويبقى هزرع مكان اكبر طبعا من اللي انا فيه ده. بس ده كان كده. طبعا الحلبه دي طبعا هتتضم، هشيلها كلها تتقص، وممكن تاخدها خضرة كده يا جماعه، طعمها جميل جدا، وبتحط على السلطه بيبقى طعمها جميل قوي. لو حابب ان انت تخرطها وتحطها على السلطه بيبقى طعمها جميل قوي ومفيد. وبرده زارعين هنا يا جماعه طبعا الريحان، بس لسه الريحان عليه شويه. بصوا يا جماعه دي زهره الريحان، ركزوا معايا، دي كده يا جماعه زهره ريحان اهي، دي ريحان بس لسه صغير. طبعا احنا كنا بدرنا ريحان برضو، بس الريحان طبعا ايه شكله لسه صغير، فمش هيبدا ان هو يفوق ويطلع غير طبعا لما نضم الحلبه دي او ناخدها ان احنا ناكلها. دي يا جماعه كانت طريقه زراعه النعناع من الجذور، ودي كانت طريقه زراعه الحلبه برضو، ودي كانت طريقه زراعه النحان. طبعا لو عجبك الفيديو يا جماعه ما تنساش ايه تعمل لايك للفيديو، وطبعا اشتراك في القناه لو انت مش مشترك في القناه. شايف يا جماعه النحل بيبدا ان هو يتغذى على الزهور بتاعه الحلبه ازاي؟ هنا بقى بيحصل عمليه يا جماعه، عمليه تزاوج، يعني النحله بتاخد من الزهره الذكر بتروح للزهره النتايه، وبتبدا ان هي تتعامل هنا وهنا، فبيبدا هنا حبوب اللقاح تتشال من هنا ومن هنا، وبيبدا ان هي بيعمل لها عمليه اكسار. دي يا جماعة كانت فكرة زراعة النعناع من الجذور. لو عجبك طبعا الفكرة يا جماعة ما تنساش تعمل لايك، وممكن تشارك الفيديو يا جماعة في أي مكان للشكل الجميل ده. بالله عليكم لو تعليق كويس على الشكل الجميل بتاع النعناع، تقولوا ايه رأيكم في الفكرة اللي أنا عملتها. والجذور أنا كان عندي حتة منتهية اللي أنا قلتها لكم في أول الفيديو، حتة تعتبر قديمة خالص وما فيهاش نعناع، جبت الجذور من تحت الأرض وشلتها وزرعتها هنا، وبدأت ترويها بقت بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. بص يا جماعة شكل النعناع، أنا عايز أوريكم، بص شكل روعة 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 بالشكل ده. طبعا يا جماعة الشكل جميل بصراحة، مش محتاج أي كلام غير إن أنت تعمل كومنت كويس كده في التعليقات، حتى لو بعلامة إيدك كده لايك، وتعمل لي لايك. وطبعا دي كانت فكرة يا جماعة زراعة النعناع من الجذور. أتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم، كل سنة وأنتم طيبين.